وهنبدأ طبعا جولتنا كالعادة من القاهرة تحديدا من الكورنيش اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات متحركة بداية من المظلات وحتى منطقة وسط البلد. بتستمر الكثافات المتقطعة لو مشينا الطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده. كمان ظهرت سيولة مرورية في طريق صلاح سالم وطريق الفسطاط وصولا للألعم عند نفق الملك الصالح وتقاطعه مع طريق الكورنيش اللي انتظمت عليه حركة المركبات وصولا إلى المعادي وحلوان. الكورنيش من منطقة المظلات إلى وسط البلد بيشهد كثافات مرورية متحركة ونفس الأمر في الاتجاه المعاكس. تعالوا مع بعض كده نروح للجيزة، هنلاقي إن في سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية، ونفس السيولة كمان موجودة في شارع السودان وعلى كوبري 15 مايو للمتجه لميدان لبنان وعند شارع السودان قدام محطة مترو الجامعة. ظهرت بس كده شويه كثافات متوسطه للي جاي من كوبري فيصل الى مناطق الدقي، يعني نقدر نقول ان معظم شوارع الجيزه فيها سيوله مروريه ما عدا بعض الشوارع المغلقه طبعا بسبب اعمال التطوير. في محافظة الإسماعيلية هنلاقي إن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيربط بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش إطلاقاً على حركة السيارات. الطريق على الكورنيش بيشهد سيولة مرورية لغاية مبنى المحافظة والجامعة، أما الطريق المتجه للإسماعيلية فيه سيولة مرورية خاصة الطريق الصحراوي من القاهرة، لكن طريق الإسماعيلية الزراعي اللي جاي من الزقازيق فيه بعض الكثافات المرورية ولكنها متحركة. في محافظة سوهاج هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج اللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، لو رحنا لطريق عبد المنعم رياض هنلاقي إن في سيولة مرورية وكمان في كثافات عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، أيضا في كثافات مرورية غير مؤثرة بس بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية وده طبيعي عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. كده خلصت نشرتنا المرورية، تعالوا مع بعض دلوقتي نستعرض كده جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة لسه في ارتفاع في درجات الحرارة والطقس هيكون شديد الحرارة ورطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة متوقع توصل ل 38 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 45 وأقل درجة حرارة مسجلة في مطروح 31 درجة. طبعا معنا كل تفاصيل الطقس بس بعد شوية.